تحت شعار مننزع لغم ومنزرع شجرة، وضمن برنامج بلوم ماستر كارد عطاء، نظم بنك لبنان والمهجر بالتعاون مع الجيش اللبناني زيارة إلى سوق الغرب، حيث تم غرس 500 شجرة صنوبر و100 شجرة زيتون في حقل تم تنظيفه من الألغام، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام المصرف السيد سعد أزهري، العميد رفعت شكر من الجيش اللبناني وممثل من شركة ماستر كارد ورئيس بلدية سوق الغرب. وأكد الحاضرون على أهمية المبادرة الوطنية التي أطلقها بنك لبنان والمهجر مع الجيش اللبناني. اللي صار واللي أنا مبسوط إنه عرفنا فيه هو إنه 37 شخص توقفوا، ما بعرف شو كان السبب الأساسي، توقفوا بسينما بلازا. والمشكلة الأساسية كانت عنا إنه هم 37 شخص نعملهم فحص الشرجي، يلي بتعريفي وبتعريف جمعية حلم هو يعتبر اغتصاب، كان بطلب النيابة العامة ويطبق من الأطباء الشرعيين. بصراحة الفحص الشرجي معروف عالميا إنه ما له ولا أي دليل طبي، ولا بتقدر توصل منه لأي شيء، حتى لو كان الهدف منه إنه معرفة شخص له مثلي ولا لا، بغض النظر إحنا مع تشريد نسلية أو لا، هو شيء طبيا وعلميا غير موثوق به وما لازم يعمل. واحد اثنين، هو إهانة لكرامة الإنسان ونسف لحقوق الشخص الموجود واغتصاب. والأغرب إنه بالوقت اللي لازم تكون وزارة العدل الموجودة لحماية المواطن عم بتكون هي وسيلة لانتهاك حلم جسده. والأغرب واللي ما شايفه ولا دولة بالعالم ولا عم شوفه عنا بلبنان، إنه في مشاركة أطباء عم يرضوا على نفسهم يخونوا القسم اللي قسموه إنه هن موجودين يفيدوا الشعب ككل ويغتصبوا مواطنين كانوا أو مواطنات، لأنه في فحوصات شرجية وفي فحوصات عزرية كمان بتعرض للتهديد بنات كتير ينعمل من هذا الفحص. المشكلة إنه الأشخاص اللي عم يلاقطوا هن أشخاص ما عندهم ظهر يحميهم، أشخاص من طبقات كتير فقيرة ما عندهم الوعي الكامل إنه بحق لهم يرفضوا هيك أنواع فحص. وكمان مرات حتى لو رفضوا الفحص عم يجبروا إنه يقولوا نحن مثليين وتنطبق التهم عليهم. يعني هيدا أنواع من أنواع الانتهاكات ما لازم بقى موجود بسنة 2012. يعني عيب علينا نحن لبنان كمدعي إنه لبنان الديمقراطية ولبنان الحرية ولبنان المثل الأعلى الدول العربية، يكون بعدنا عم نقوم بهيك ممارسات مهينة لحقنا. وصراحة يعني بتنفي كل شيء وكل معاهدات لبنان ماضية، إن كان معاهدة حقوق إنسان أو معاهدة مناهضة